دائما ومع القسم الوطني الثاني ومع الجولة كذلك الثانية عشر. مجموعة الشرق اتحاد عين البيضاء يرأس دائما هذه المجموعة، يرأسها بعد نتيجة في الشوط الثاني فكان أو الشوط الثاني كان لصالح رائد القبة من جانب النتيجة المسجلة هدفين مقابل صفر، والرائد يبقى رائدا حفيظ الرجيفي. هذه اللقطات المقترحة ولقاء الجولة، لقاء اليوم لمدة خمس دقائق. جمهور غفير جدا اكتظت به مدرجات ملعب بالحداد بالقبة، جمهور يذكرنا بأيام زمان مع فريق رائد القبة الذي بدأ يستعيد أنصاره ولعبه أيضا. حكام المقابلة كانوا سادة الموقف بقيادة بلباح ميكاريت وبن خالد الذين أداروا المقابلة كما ينبغي، بدايتها مباشرة في الدقيقة الأولى. أكبر وأقدم عنصر في المقابلة لرائد القبة كان أحسنهم حمادة في أول محاولة وفتحة ناحية رأس بوريش يضيع أول فرصة في الدقيقة الأولى. فريق اتحاد حجور كان في الشوط الأول وقف الند للند أمام رائد القبة فضيع بدوره عدة فرص للتسجيل بواسطة خاصة قلب الهجوم حويدري. حمادة مرة أخرى وتمريرة ذكية ناحية بوريش ثم عزب قذفته تصطدم بالدفاع لينتهي الشوط الاول بالتعادل 0-0 رغم هذه المحاوله من بالخير وجها لوجه ضيع. الشوط الاول انتهى بنتيجه التعادل 0-0 وبالتكافؤ في اللعب والفرص. بدايه الشوط الثاني كانت لصالح الفريق الضيف الفريق المنظم اتحاد حجور ودائما بواسطه قلب الهجوم قويدري الذي ضيع هذه اللقطه ثم ضيع فرصه اخرى فكان احسن عنصر في صفوف اتحاد حجور. بدايه الشوط الثاني كانت لصالح الاتحاد وحارس رائد القبه بن ملات كان رجل المقابله ايضا فصد الكثير من الفرص وكان السند القوي لدفاعه وحتى لهجومه الذي تفطن في العشرين دقيقه الاخيره من المقابله بواسطه عبد القرفي وقذفه عازب ثم دخول لعجاج في الشوط الثاني في نهاية المقابلة كان له الدفع القوي انطلاقا من لعجاج على الجهة اليمنى وفتحة يأتي بعدها الهدف فتحة في اتجاه الجناح الأيسر حمادة الذي يمرر كرة جميلة ناحية عبد القرفي وهدف رائع. هدف مقابل صفر كانت النتيجة بعد 25 دقيقة من اللعب في وقت كانت المقابلة تسير متكافئة بين الفريقين وفي وقت كان فريق اتحاد حجور يسيطر وكاد أن يفتح باب التسجيل. هذا الهدف فتح الشهية للأنصار وللاعبي رائد القبة الذين وصلوا وانطلق حمادة 60 متر وهو يجري بالكرة. حمادة أكبر وأقدم وأحسن لاعب في القبة، تمريرة ذكية وجميلة ناحية لاجوب الذي ضيع في المرة الأولى وسجل في الثانية. هدف ثاني أنقذ القبة إن صح التعبير وفرحة كبيرة عند لاعبي القبة وأنصارهم. هدفان مقابل صفر كانت المقابلة انتهت رغم أن فريق اتحاد حجور لم يستسلم ووصل هجومته بواسطة مهداوي وحشي وقويدري وبالخير لكن بدون جدوى وانتهى اللقاء بفوز رائد القبة الذي يحتفظ بريادة الترتيب فوزه بنتيجة هدفين مقابل صفر في مقابلة كانت بإمكان نتيجتها أن تكون غير ذلك. القبة فازت بالمقابلة وفازت بممول جديد أعطى دفع جديد لفريق رائد القبة ولأشبير صفصافي، الممول اسمه نسيب جمال. سيد نسيب جمال، تجربة جديدة في التمويل مع فريق رائد القبة، لماذا رائد القبة؟ واش جبت لفريق رائد القبة؟ رائد القبة نعرفوه باللي كان مدرسة والان راه مدرسه اللي عطاها كثير للفريق الوطني ونتمناه ان شاء الله يزيد يعطي الكثير للفريق الوطني. وجيناه ماهوش باش نديروا الاشهار ولا حاجه، جينا باش فقط نعاونوا هذا الفريق اللي حابين نرجعوه للقسم الوطني الاول وحابين نعرفوا الفرق الكبرى ولا الفرق الصغرى بان سبونسور ليس فقط ماده،